السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على قناتي قناة وصفات فدوى. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في هذا الفيديو الجديد هذا باش نعمل واحد الجوله في السوق ديال فرنسا. هذا السوق هذا اللي تيجي جوج مرات في الاسبوع، يوم الاربعاء ويوم السبت، اللي كنلقاو فيه يعني من جميع لوازم المنزل، يعني من ملابس واثاث وخضروات. وكما كتلاحظوا معايا هنايا عند هذا السيد هذا كاين هاد العباءات، وكاين ملابس ديال الخروج العادية، وكاين كذلك ملابس ديال المنزل من قفاطين وبيجامات، وعندو حتى دي شال ودي فولار، وكتكون الأثمنة يعني جد مناسبة ورخيصة ماشي غاليين. وهنا كما كتلاحظوا معايا هنا كاين هاد بحال السفيفة، نقدر نقولو بحال السفيفة، كنلصقوها هكا بالنسبة للناس اللي كتبغي تخيط بوحدهم في الدار، كيشريوها وكيخيطوها مع القفاطن ديالهم أو البيجامات حتى هما. كتكون الأثمنة يعني جد رخيصة، كتكون بواحد أورو حتى ثلاثة أورو، ومن كيديرو فيهم الصوت كيولي الثمن ديالهم يعني 50 سنتيم للمتر، كي يعني كيوليو على حساب هاديك 5 دراهم يعني رخاص بزاف. وهنا كما كتلاحظوا معايا كاين هاد التوب هذا ديال الرولو اللي كيتباع بالمتر، حتى هو رخيص، يعني الغالي فيه كيكون يدير هذيك 3 اورو. هنا كما تلاحظوا معايا هنا كاين تاع 2 اورو، وشي مرات كيولي ب1 اورو. كيصلح بزاف باش نخدموا بهم هكا الباسات ديال الصيف، او حتى باش نديرو ديناب ولا بيجامات، يعني كاين عدة اشكال. وهنايا في هاد الجهة هادي كاين هادو ديال تاع التكاشط والقفاطن، كاين هاد لي ساغي هادو اللي هما زوينين بزاف، كيديرو 50 اورو هما، وهذوك اللي معلقين حتى هما 50 اورو. ويعني هنا الاتوبة يعني مين كتغلى بزاف كتولي 100 اورو، يعني ما يديرولهاش اكثر، ولكن تكون شي حاجة يعني زوينة بزاف. يعني صراحة انا كيعجبوني هاد الاتواب هادو، سبق لي وشريت من عند هاد الهنديين، يعني كيعجبوني الاتواب ديالهم زوينين بزاف، وش مرات كيرخصو فيهم، يعني هادو ديال 50 اورو يقدروا يوليو يديرو غير 30 اورو، يعني كل مره. وشنو كما كتلاحظوا هنا كاين حتى هادو اللي يعني كاين عده اشكال في هاد الاثواب، وكاين حتى عده انواع. وهنايا كاين هاد لي ناب هادو اللي حتى هما زوينين بزاف، اونتي تاش، يعني حتى ولا تزلعت لك عليها شي حاجه يعني غير كتصبنيها وصافي، هذيك لاطاش ما غاديش تبقى لاصقه فيها، كيديروا 10 اورو. انا كنعجبني هاد لي هذا، وكنت اتفقت معاه وكلشي باش خلاه لي ب 8 اورو حيت كان اخر واحد، ولكن للاسف نسيته في الاخير صافي، ومعليش ما كتبش مره اخرى ان شاء الله. وكما كتلاحظوا هنا كاين هذا الدجاج وكاين الارانب، وهنايا في هذه الجهه هذه كاين هاد الحوايج بحال ديال الريكلام ديال المغرب، كنلقاو في هاد الحوايج الرخاص، يعني كيكون الثمن ديالهم الغاليه فيهم هنا كتكون 4 اورو. كنلقاو يعني بزاف ديال الحوايج هكا كما كتلاحظوا معايا. وهنايا كاين جهة الربيع والنعناع والشيبة، ولكن للأسف أنا مشيت مع 13، ويا مشيت حتى ديك 11 عاد اللي مشيت للمارشي، ما لقيتش يعني شي حاجة زينة، لقيت هادشي يعني السوق خرف. وهنا ما لقيتش المعدنوس، خديت غير القزبر والشيبة والنعناع. وهنايا كما كتلاحظوا معايا كاين هاد الطويجنات، وكاين هاد المقلاة الثقيلة. المقلاة الثقيلة صراحة ما يعجبونيش بزاف، ماشي بحال ديال المغرب، الثمن ديالهم كيدير 12 اورو 50 الكبيرة، والطاجين تيدير 17 اورو 50. اما هنايا كاين الخضروات واللي الثمن ديالهم يعني كاين واحد الفرق واضح في الاثمنة ما بين المحلات. وهنايا عند الخضار العرب، حيت الفلفل ديجا كدير 3 اورو 50 في المحلات، وهنا كدير 1 اورو 80. وهنايا كاين هاد الطابي اللي حتى هما زوينين، غادي نوريكم الطابي اللي خديت في اخر الفيديو. وكما كتلاحظوا هنايا يعني المشتريات ديالي بالمارشي ما كانت شي حاجه، يلا شريت الفلفل، شريت الباذنجان، البطاطا القصبيه، وشريت الربيع والنعناع والشيبه.
وهذا هو الطابي اللي شخديت. هذا الطابي هذا شريته ب20 أورو، صراحة يعني رخيص بزاف مقارنة مع المحلات، لأن هذا السيد هذا يعني حتى يجيب الحوايج اللي عندهم الجودة كتكون عالية والأثمنة كتكون رخيصة. يعني الطابي اللي كنلقاوه في المحلات ب120 أورو هو يبيعو غير ب60 أورو، يعني كتكون عنده هذاك الحوايج زوينين بزاف، وكتكون فيهم يعني الأثمنة الأصلية عاد كتكون لاصقة، وكنلاحظوا الفرق الواضح في الأثمنة. وهذا الطابي هذا اللي عجبني فيه أنه فيه واحد يعني التحت ديالو ما كينزلقش، كيبقى لاصق مع الأرض كما كتلاحظوا هنايا، وحتى الفوق يعني ما كيضبطش الغبرة بزاف. هذا هو اللي عجبني فيه كاع اكثر. والعشية من بعد ما تغدينا رحت مشيت المحل ديال النوز اللي لقيت فيه هذا لو بوكال اونفير ديال الزاج، اللي الثمن ديالو تيدير 2 أورو 99. هاكا عجبني نحط فيه الحلوى، يعني اللون يعني الشكل ديالو اللي عجبني حيت كبير بزاف، هاكا الواحد يدير فيه الحلوى باش ما يبقاش يديرهم في دي بواط متفرقين. وهنايا لقيت هاد لا ماليت هادي ديال الدراري الصغار، فيها دي فوتر، فيها هادوك ملونات ديال ملونات ديال الشمع، فيها حتى الملونات العادية، فيها كذلك دفتر وواحد ميمحات مع واحد المنجرة. واللي زين فيها يعني انه كل شيء هاد الحوايج كيبقاو مجموعين في واحد البلاصه، يعني ما تبقاش كل حاجه في يعني ما يبقاوش متفرقين، كيكونوا مجموعين في هاد لاماليت هادي. من يكمل هذاك الدري كيحط حوايجو فيهم لداخل، صافي كيبقاو يعني مجموعين. اون بلوس فيهم هاد ديسانيمي هذا اللي الاغلبيه ديال الدراري الصغار كيعجبوهم. ومن بعد خديت هاد لي ستيلو هادو اللي زوينين بزاف، اللي فيهم 10 ديال لي ستيلو كيديرو الثمن ديالهم 1.99 أورو، يعني رخاص بزاف بزاف. ومن بعد هاد لا سومال هادي اللي حتى هي يعني زوينه ورخيصه مقارنه مع المحلات. في المحلات كدير 20 أورو، وهنايا كدير 1.99 أورو، يعني 2 أورو، يعني 18 أورو ديال الفرق. يعني المحل ديال النوز فيه الهميزات زوينين حيت كيجيبوا هذاك الشيء ديال الماركه، وكي يعني وكينقصوا في الاثمنه. ولا الاغلبيه الحوايج اللي كيعجبوني تما هما تاع الديكوراسيون ولا الكتب. هنايا لقيت هذا الكتاب هذا ديال غرامير، هذا لقيتو كيدير حتى هو 1.99 أورو. لقيت هذا الكتاب هذا يعني كيفاش حتى نعالجوا المشاكل الهضميه اللي عندنا في الكرش، هذا كان يدير 17 أورو وداروا له 70%، يعني وهذا الكتاب هذا غادي نستافدوا منه، يعني اي واحد يشري غادي يستافد منه هكا، حيت المشاكل تاع الهضم يعني كيعالج المشاكل ديال الهضم يعني بالاعشاب، يعني بوصفات طبيعيه. وفي هذا الكتاب هذا يعني باش كيفاش حتى نتخلصوا يعني بالمسائل المضره اللي كنلقاوهم عندنا دائما في المنزل، يعني في منتجات ديال التنظيف او اللي كنستهلكوهم او التجميل، يعني اي واحد كيتمنى انه يتخلص منهم ولكن صعيب باش نتخلصوا بهم. كيدير 20 أورو في المحلات، وهنايا كانوا دايرين له 70%. وكاين هذا الكتاب هذا ديال الزيوت العطريه، فيه 200 زيت عطري، وشنو كيفاش خاصنا نستعملوهم وشنو ما خاصناش، يعني لحقاش الزيوت العطريه كتكون مضره ولا ما عرفناش كيفاش حتى نستعملوها. هذا كان يدير 9.90 أورو، وحتى هو كانوا دايرين له 70%. ومن بعد شريت بعض الكتب ديال الطبخ، شريت هاد لي غاليت كان يدير 5.99 أورو، انا شريته ب1.99 أورو، اللي ان شاء الله غادي نشارك به الوصفات معكم. وشريت هذا الكتاب هذا ديال المعكرونه او ليكواد، باش الواحد مره مره حتى هو يبدل، حتى هو كان يدير 5.99 أورو.
وانايا شريته بواحد اورو 99. وهذا الكتاب هذا ديال المقارونية ديال ليباد كان يدير واحد اورو 99 ومن بعد زادوا فيه 70%. وهنايا شريت هذا الكتاب هذا ديال هادو يعني معروفين هنايا في فرنسا اللي كيديروا واحد البرنامج ديال ميور بولونجري دو فرانس. هما عندهم يعني الأوسمة في ما يعني خبازين معروفين. هذا الكتاب هذا يعني كان يدير 16 اورو 50 وانا شريته ب 3 اورو 50. وان شاء الله هذه الكتوبه ديال الطبخ الوصفات اللي غادي نجربهم وينجحوا لي ويعجبوني غادي نشاركهم معكم، خصوصا هذا الكتاب هذا ديال الخبز والمعجنات، يعني فيه الفطائر، فيه الخبز، فيه دي بريوش، فيه عده اشياء. ان شاء الله غادي نشاركهم معكم في وصفات قادمين. وصافي هادو هما المشتريات ديالي ديال هاد النهار. نتمنى ان هاد الفيديو هذا يكون الاعجاب ديالكم وما يكون جاكم طويل بزاف. وانايا غادي نضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديوهات جداد ماشيين. والان غادي نخليكم في امان الله ونضرب لكم موعد في وصفات وفيديوهات جداد. الى اللقاء.